ساعات وتنتهي المدة التي أمهلها عدد من أصحاب المخابز لوزير التموين المصري باسم عودة للاستجابة لمطالبهم، وإلا ستدخل المخابز على مستوى الجمهورية في إضراب مفتوح وتوقف كلي عن الإنتاج. الأزمة تصاعدت بين الطرفين بعد رفض الوزارة الاستجابة لمطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية التي تقدر ب 400 ألف جنيه حوافز وفروق أسعار السولار لدى وزارة التموين، إلا أن أحد أسباب الخلاف الجوهرية تتعلق ببنود عقد منظومة الخبز الجديد في ظل اختلاف واضح بين تقدير كل من أصحاب المخابز ووزير التموين للتكلفة الحقيقية لرغيف الخبز. احنا عايزين التكلفة اللي هي سيد الوزير بيقول عليها 80 جنيه، احنا عايزينها 120 جنيه لان في ملتزمات الانتاج كل يوم بتزيد. وكان عدد كبير من اصحاب المخابز قد قاموا بتنظيم وقفه احتجاجيه امام وزاره التموين قبل ان يقوموا باقتحام الوزاره مهددين بالتصعيد. هو جاي يحاسب صاحب المخبز دلوقتي، بيحاسبه على ايه؟ يشوف الاول يحرر لي كل حاجه وبعدين يجي يحاسبني. هو بيقول للناس على الهوا انه هيحاسبنا الرغيف ب 35 قرش، يعني هيدينا 29 قرش تكلفه في الرغيف. ما حدش ليه بند في العجز يقول لي هاخد ال 29 قرش دول من مين ولا امتى. وزارة التموين من جانبها أكدت أن شعبة العامة للمخابز منقسمة على نفسها في تجربة تحرير سعر الدقيق، مؤكدة أن أكثر من 15 محافظة قامت بتوقيع عقود المنظومة الجديدة، وهذا يعني أن غالبية المحافظات وافقت على تطبيق تحرير سعر الدقيق التي ستقضي على تهريب الدقيق إلى السوق السوداء وتوفر أكثر من 11 مليار جنيه تذهب من الدعم المقدم للفقراء إلى جيوب تجار السوق السوداء. الحقيقه الناس تعبت بقى من المقوله اللي بتقال على اصحاب المخابز ان هم بيسرقوا الدعم وبيسرقوا في الدقيق وبيعوا الدقيق بسوق سوداء. احنا عايزين نعيش شرفاء وعايزين نفضل شرفاء زي ما احنا كنا موجودين. تهديدات اصحاب بعض المخابز بالاضراب والتوقف عن انتاج الخبز قوبلت بتصريحات حاسمه من وزير التموين اكد فيها انه سيطبق القانون وسيتعامل بكل حسم مع اي محاوله للتوقف عن انتاج الخبز، ملمحا الى استخدام ورقه سحب التراخيص من المخابز التي ستضرب وسط انباء عن تحركات عاجله للوساطه بين الوزير واصحاب المخابز لانهاء الازمه. رشا نبيل، العربيه، القاهره.